مشاهدي قناة النهار في كل مكان في العالم، مساء الخيرات على كل حضراتكم واهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من طاقة نور. اللي حصل يا حضرات ان الشيخ حافظ عبد الحليم كان ليه وحشة كبيرة، وحشنا من بقالنا فترة طويلة، يمكن من النص التاني من رمضان ما التقيناش، فقلنا بقى ايه ينورنا في حلقتنا النهاردة، منها نسعد بوجوده ومنها نستفيد، لانه طبعا هيكلمنا في موضوعات في منتهى الاهميه. مساء الفل عليك وكل سنه وانت طيب وعود احمد. وحضرتك بخير يا استاذ كريم، ربنا يبارك فيك، دايما بتسبقنا بالكلام الجميل ده كده كعادتك يعني. حبيبي ربنا يخليك والله بجد يعني، ومن القلب اقسم بالله ليك وحشه كبيره. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله والله. العيد كان لطيف معاك الحمد لله. اللهم لك الحمد والله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. انت عارف بقى احنا بنبقى طالعين من رمضان، والواحد في رمضان بتبقى واخداك جلاله قوي، لان كل حاجه حواليك بتزقك زق ان انت تعمل اللي المفروض تعمله، كل اشكال الطاعات والعبادات والاعمال الصالحات الباقيات الى اخره. صحيح. لكن وللاسف الشديد يخلص رمضان من هنا وبعد منه العيد من هنا، نضرب غطس مره ثانيه في الخلاط الدنيوي اللي احنا فيه، وننسى الحاجات اللي احنا كنا مركزين قوي في اننا نعملها. صحيح. طوال ايام الشهر الكريم. فعايزين نتكلم معاك النهارده في موضوع اعتقد ان هو مهم جدا، فكره الاستمرار او الاستمراريه على في عمل الحاجات الصح كلها، كل أشكال عمل الخير والصدقات المختلفة، لأن مش كل الناس عندها القدرة على الاستمرارية دي. حقيقة صحيح. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد، صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حاجاتنا وحاجة كل من طلب منا حاجة يا رب العالمين. فعلا في أزمة كبيرة جدا، هي من قبل رمضان كمان يعني، ولكن زي ما حضرتك تفضلت كده وقلت ان في رمضان على وجه الخصوص او في مواسم الطاعات تحديدا بيكون في إعانة، فبتلاقي ان المحيط العام حواليك بيعينك على فكرة الطاعة. صح. وكمان ادراكك بأهمية الوقت اللي انت فيه، فحريص ان انت تغتنم منه اكبر الفرص من اعمال الخير. مزبوط. فبتلاقي نفسك بتعمل حاجات انت مش في العادة بتعملها قبل رمضان او في غير رمضان. زي مثلا في ناس كتير جدا ما تقدرش تصوم في غير رمضان، بس هو بيحافظ على صيام رمضان، لكن ما يقدرش يصوم في غير رمضان، اما لحاله مرضيه او هي قدراته كده. وفي حد تاني تلاقيه مثلا في قيام الليل مالوش في يعني مالوش عاده في قيام الليل الا في رمضان فقط، فتلاقيه بيحافظ على صلاه التراويح. تلاقي مثلا انسان حريص جدا على الصدقات، كل يوم ليه صدقه، على صله الارحام. فكل ده عشان البيئه الايمانيه اللي هو موجود فيها بتساعده على ده. صحيح. يطلع من رمضان زي ما حضرتك قلت، يرجع بقى ينشغل في حياته تاني. صح. سواء كان في شغله او في عمله، او كل واحد بيرجع لقواعده. أيوة. تاني فيتفاجئ ان في الاعتبار ان الشياطين بتكون فكت والله احنا السلسله اللي هم فيها نفوسنا والله اصعب. والله نفوسنا بدليل ان فينا ناس في رمضان وفي مواسم الطاعات ما بيحافظوش على عمل الخير في رمضان، والشياطين مش موجوده اهو، يبقى ده من نفسك يعني. صحيح. عشان كده دايما بقول كده يعني، حطها بين قوسين كده، بقول ان رمضان ده بيحط الواحد قدام مرايه فبيشوف نفسه على حقيقتها. ايوه. مفيش شياطين بقى خلاص دلوقتي. صحيح. انت تصرفك. صحيح. ده نابع منك انت. صح. فنطلع من رمضان فعلا نلاقي الموضوع ده. وفكره الاستمراريه على الطاعه هو امر اصلا مطلوب من غير رمضان كمان. ولكن انت ليه بنتكلم عن الاستمراريه على الطاعه خصوصا بعد رمضان؟ لان الاصل اللي انت طالع من رمضان واخد شحنه ايمانيه. صحيح. ومغذى ايمانيا، فالايمانيات عندك حاله جيده، ودقت بقى حلاوه الايه؟ حلاوه الطاعه. طبعا. ودقت حلاوه الايمان، ودقت حلاوه الصلاه، ودقت حلاوه القران، فكانك بتقول لنفسك هو انا ازاي كنت حارب نفسي طول الفتره اللي فاتت دي من حلاوه قراءه القران، حلاوه الصلاه كده ورا امام صوته جميل واسمع القران. حلاوه العطاء في رمضان، حلاوه ان انا ادوق كده، اقضي حاجه حد او اطعم حد، فكل الاعمال الخير دي انت بتذوق حلاوتها في رمضان. صحيح. عشان كده احنا بنبقى حريصين نتكلم بعد رمضان على فكره الاستمراريه على الطاعه. وده كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ام المؤمنين عائشه تقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من الاعمال ما تطيقون، يعني انت كلف نفسك بالحاجه اللي تقدر عليها عشان تقدر تستمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته، وفي روايه ثانيه وكان عمله ديمه صلى الله عليه وسلم. فدي فكره الاستمراريه. وربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم لما امتدح بعض عباده الصالحين اللي قال ان هم ناس عندهم وسطيه، لا هو انسان بيجزع اذا اصابه شر ولا حاجه، ولا انسان بيفزع اذا اصابه خير فينصرف عن الناس. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. سيدنا العلماء المفسرين منهم اللي قال ان فكره الديمومه مش في الصلاه بس، ده فكره الديمومه على كل عمل صالح. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سيدنا النبي
بعظمته ومكانته وهو رسول الإسلام المصطفى من قبل الله عز وجل، الأسوة لكل الناس وكل العالمين، ومع ذلك هو كان ذاته صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى ألا ينقص بعد الزيادة. فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. العلماء لما قمت يعني لها تفاسير كتيرة جدا، ولكن أهم تفسير أنا عايز أتكلم عنه النهاردة هو إن الإنسان يرجع ينقص تاني في عبادته وفي قبوله على الله سبحانه وتعالى وفي إقدامه على الطاعات، يرجع ينقص تاني. يعني أنت كنت بتحافظ على 12 ركعة في النوافل قبل وبعد الصلاة، وكنت بتحافظ على صلاة التهجد، وكنت بتحضر صلاة التراويح، وكنت بتحافظ على الصدقات، مرة واحدة كل ده مش موجود، ده خطر كبير جدا على نفسك. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، من النقصان بعد الزيادة، بعد لما جربت وبعد لما دقت. حتى الأنبياء نفسهم لما يدوقوا حلاوة عمل الخير وحلاوة طاعة الله سبحانه وتعالى يدعو ربنا أن هو يثبتهم أن هو يجعلهم ملتزمين بهذا. فمثلا في قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل أكيد حضرتك عارفها وكل اللي بيشوفونا عارفينها، لما ربنا حكى لنا في سورة البقرة كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ده عمل مخصوص اللي هو رفع قواعد البيت لأشخاص مخصوصين اللي هو سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل في مكان مخصوص، يعني هم مصطفين من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يدعو ربنا سبحانه وتعالى وإذ يرفع، بعد لما يرفعوا القواعد ويبنوا البيت ويتموا العمل اللي ربنا كلفهم به زينا احنا كده، ربنا كلفنا بصيام رمضان وكلفهم ببناء برفع قواعد البيت، فبعد لما خلصوا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا، يطلبوا ربنا أن يتقبل منهم هذا العمل، إنك أنت السميع العليم. وبعد كده يقولوا إيه بقى؟ عشان داء وحلاوة الطاعة لله سبحانه وتعالى، ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني رب اجعل حياتنا كلها تسليم لأوامرك يا رب وطاعتك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ده مش بس إحنا بس، إن هم لما داءوا الحلاوة حبوا إن هم يفضلوا على هذا النمط بشكل كبير جدا وبشكل مستمر، ده مش بس لنفسهم، أنت لما يكون عندك حاجة خير تحب إنها تتورث لأبنائك طبع. ومن ذرياتنا طبع. يعني تخيل ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا هذا الأمر إن هم جربوا حلاوة الطاعة. طيب لما هو الأصل في الإنسان إن هو يستمر على عمل الطاعة كده، إيه الأسباب اللي بتعين الإنسان على عمل الطاعة؟ يعني أكيد في أسباب بتعيني على عمل الطاعة. مهم جدا إن أنا أعرف إن أنا مش عارف أي عمل ربنا سبحانه وتعالى قبله مني، ده من أكبر المعينات على الطاعة يا أستاذنا، إن أنت تبقى عارف إن أنا مش عارف كل اللي أنا عملته اللي فات ده، الصلاة اللي أنا صليتها والصدقة اللي أنا تصدقت بيها، يعني الشك في الحالة أصلاً دي أصلاً أنا مش مطلوب. عارف هو تقبل الله تقبل ولا لا، هل تضمن؟ لا طبعا لا يضمن إنسان طبعا. فهو ده من أكبر المعينات على الطاعة، إن أنت تبقى أصلاً إنسان مسلم نفسك لله ومش عارف هو قابل منك ولا ما قابلش. فلما أنت تكون عارف إن أنت ان انا مش عارف تقبل مني ولا لا، عندك رغبه في التجويد، عندك رغبه في ان انت تزداد وتحرص على المحافظه، وده امر مهم جدا بيساعد الانسان. لو احنا بصينا كده في كتب السيره وفيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الامم السابقه، هتلاقي ان بعض الناس حكى النبي عليه الصلاه والسلام عنهم ان هو دخل الجنه بايه، رجل سقى كلب دخل الجنه، ايوه امراه بغيك عاشت عمرها كله تتجر بعرضها وتدخل الجنه بسقيا 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 الماء لكلب، ورجل آخر ماشي في الطريق كده، بينما رجل يمشي في الطريق إذ رأى غصن شوك فرع شجرة في شوك، فقال لأنحين هذا عن طريق الناس حتى لا يعقر مسلما، يعني لمجرد إماطة الأذى عن الطريق، فشكر الله له فغفر له، ومن غفر الله له يدخله الجنة. فقصص كتيرة جدا أصحابها ما نقدرش، هم نفسهم ما كانوش يقدروا يميزوا إن إحنا دخلنا الجنة بالحسنة دي، أو المرأة التانية اللي دخلت النار بسبب إنها منعت الأكل والشرب عن ايه؟ عن قطة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها، قطة حبستها. فهل اللي دخل الجنة بسبب غصن الشوك ده؟ أكيد ما كانش متصور إنه ممكن دخوله الجنة يكون بسبب ده. أكيد. ممكن يكون أصلاً بيعمل أعمال خير كتيرة جداً. ممكن يكون كان ليه بس هو دخل بموجب دخل بالتحديد. ليه بقى؟ أولاً لأن هذه الأشياء وهذه الأشياء الصغيرة لا يكون لها في النفس مكانة، ما بتستعظمهاش في نفسك. والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى فقرك وذلك له. ففقرك وذلك لله إن أنا يا رب أنا فقير ما بقدمش حاجة، ما عنديش بضاعة أقدمها. وده مستفاد من قصة سيدنا يوسف، لما إخوات سيدنا يوسف دخلوا عليه قالوا إيه؟ قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. لما أتموا له تمام الفقر، شوف بقى يقول لهم ده أنا يوسف،
وده اخوي طبعا. وهاتوا العيله كلها وهاتوا ابويا وامي وخدوا بقى الخير وعيشوا في خير طبعا. ليه؟ لما تذللوا. لكن في الاول كانوا عايشين في التكبر. فالانسان العاقل هو اللي ينكسر لله سبحانه وتعالى فربنا يزوده ويديله. طب هو مش الاولى ان يعني حضرتك تفضلت من شويه بايه بفكره ان من ضمن عناصر الدفع اللي بتدفعك دفع للاستمرار في عمل الطاعات والتصدق الى اخره فكره ان انت متشكك يعني انجاز التعبير. مش متشكك مال اولا ان انت مش ضامن ان اللي انت عملته ده مقبول ولا لا. هي دي. طب هو مش الاولى ان يكون الحافز بتاعك ان انت بالعكس ان انت ضامن ان كل اللي بتعمله ابتغاء مرضات الله لو انت احسنت النيه. ايوه هي دي بقى. فانت عايز تزود منه يعني هي كده كده محسوبه لك. ده كلام جميل جدا والله. سؤال تحفه بصراحه. الله يعزك. يبقى انا بين امرين، بين احسان الظن في الله ان هو يتقبل مني وبين ان اشكك ان عامل يقبل ولا ما يقبلش. احسان ظنك في الله ان الله سبحانه وتعالى قال كده ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا، ولكن هل تضمن نفسك ان انت كنت فعلا مخلص تمام الاخلاص لله؟ ايوه صحيح عندك حق. فانت الشك اصلا في نفسك مش في ذات الله سبحانه وتعالى. صحيح ان صحيح. ربنا وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احدا. فده حسن ظنك في الله ان انت لو كنت مخلص حقيقي لله هيتقبل عملك. لكن الشك فيا ان انا ممكن اكون وانا بتكلم مع حضرتك دلوقتي مش انا يعني قبل ما بدخل الحلقه كده مع حضرتك افضل اسال ربنا سبحانه وتعالى انه ينفعني وينفع كل اللي يسمعني بأي كلمة أقولها عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو أي نصيحة بوجهها لحد. مش ممكن وأنا بتكلم كده إن أنا يدخل لي إعجابي بنفسي صح ولا لا؟ طبعا. يتسلل لي هذا طبعا. الأمر لو تسلل لي هذا الأمر فعملي مش خالصة عملي يحبط خلاص. عملي يحبط. فأقابل ربنا أقول يا رب إن أنا كنت بدعو الناس. يقول أنت كنت تدعو الناس وأنت معجب بنفسك صح ولا لا؟ فهنا الفكره كلها ان انت تبقى انت مش عارف باي حسنه انت تدخل الجنه وباي عمل سوء والعياذ بالله نسال الله السلامه تدخل النار. فمن كان هذا ديدون انا مش عارف ادخل الجنه بايه فهفضل احافظ على كل عمل، كل ما الاقي في طريقي عمل خير همسك فيه واقول في نفسي يمكن هو ده اللي دخلني الجنة. واحنا هنساعد حضراتكم على معرفه طرق الوصول الى عمل الخير المختلفه، لان الحقيقه مؤسسه نبض الحياه يعني كده كده هي موفره علينا المجهود ده من خلال مجموعة من المبادرات الإنسانية جدا والمحترمة جدا والمهمة جدا في مجالات مختلفة. أكيد اللي من حضراتكم بيتابع البرنامج فهو عارف بالتفصيل أنا بتكلم على إيه، بس إحنا دلوقتي عايزين نتكلم على ملف جميل استحدث في الفترة الأخيرة نتيجة التصعيد المتوالي اللي دايما بتعملوه الحقيقة في ملف المية بصفة خاصة. هنتكلم عن محطات تحلية وتنقية المياه. تعالوا نشوف أول تقرير معانا في هذا الإطار ونرجع نعلق عليه. اتفضلوا. من أهم خصال الخير في الإسلام سقي الماء، لأن الماء به قوام الحياة، ولأن سقي الماء فيه بيان للعطاء العظيم والذي يلقى به صاحبه ثوابا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث القدسي أن رب العزة قال: عبدي استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ سقي الماء يصورها الحديث القدسي بأنها سقي الله بلاغة وصلت صيغتها النهائية وتعطي أهمية قصوى لسقي الماء. سقيت إنسانا بيدك، أجريت نهرا، حفرت بئرا، عاونت مع غيرك في تيسير وتسهيل بلوغ الماء. اللهم يسر لنا سقي الماء واجعلنا من الموفقين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده تأكيد جديد من شيخنا الجليل فضيلة الشيخ أحمد عمر هاشم على أهمية هذا الأمر، فكرة سقيا الماء من حيث المبدأ، واللي طبعا يعني رجوعا بقى يعني الجملة دي تحديدا من حملات أو من مبادرات مؤسسة نبض الحياة واخدة أشكال مختلفة. احنا بنتكلم على حفر أبار بأنواع مختلفة، بنتكلم على وصلات مياه صحيح، وانتهى بينا المطاف
لغايه دلوقتي مبدئيا لسه في كلام جاي اكيد ان شاء الله في هذا الاطار بمحطات التنقيه وتحليه مياه المياه بشكل عام. ليه خدتوا الخطوه دي تحديدا؟ ايه التصعيد اللي استدعى وجود هذا الملف ضمن ملفات المياه في المؤسسه؟ طيب هو سؤال طبعا كويس جدا. اقول لحضرتك احنا في بدايه شغلنا في حمله الميه وتوصيل الميه بدانا الاول نشوف الاعداد اللي محتاجه، فبنروح الحسبة او المكان الواحد كنا نلاقي ان طبيعه الاماكن مختلفه، ففي ناس بيبقى عندهم اصلا الميه متوصله لكن محتاج عداد في البيت عنده عشان يقدر يمارس استخدامه للميه بشكل طبيعي جدا. طبعا. وده بيكون بتكلفه عاليه، فقررنا ان احنا نساعد الناس دي، فتم بروتوكول تعاون بيننا وبين شركات الميه فتم تخفيض قيمه الاشتراك. حلو. فده كان وجه. خلاص هم مش محتاجين غير دي. ففي اماكن ثانيه رحنا اتفاجئنا ان هم لا ده محتاجين ابار. طب يا جماعه الابار ديت بتطلع لكم ميه منين؟ قالوا لا ده احنا محتاجين ابار عشان نخزن فيها ميه المطر اللي بتنزل من السنه للسنه. وده كان موجود في صحراء براني. صحيح. وبعد كده اتنقلنا لمكان لاماكن ثانيه زي بني سويف وايه والمنيا. طب يا جماعه انتم محتاجين ايه؟ محتاجين وصلات ميه؟ قالوا لا ما عندناش. طب انتم محتاجين ابار تخزنوا فيها ميه؟ قالوا لا احنا الميه بتطلع عندنا من تحت الارض. طب عايشين ازاي؟ قالوا عايشين على الطرمبات الحبشيه. طب نستعيد عنها بايه؟ ان احنا نعمل لهم ابار بننزل بها اعماق اكبر من الطرمبات الحبشيه. وبعد كده نفلترها تاني بحيث انها تبقى صالحه للاستخدام. وده اللي موجود في بني سويف موجود في المنيا. فجينا نفكر قلنا ان احنا النهارده بنعمل بير واثنين وثلاثه ممكن في الشارع الواحد عشان العدد فيه كبير جدا فهنضطر نعمل بيرين وثلاثه. والقريه نفسها او العزبه على حسب عدد السكان اللي فيها بتكلفنا ممكن بال100 بير او من 200 بير وما نبقاش فعلا قادرين نسد كل الاحتياج اللي موجود هناك. فعدد كبير جدا. وفي نفس الوقت ان الميه بتتكلف جهد اكبر في فلترتها ان انت تطلعها بالشكل المناسب، واوقات في بعض الابار بعد ما بنعملها الميه بتبقاش فيها كويسه. فبتضطر ان انت تروح تتنقل لمكان تاني عشان تشوف مكان تاني تحفر فيه. ففكرنا ان احنا نعمل محطات او وحدات معالجه كبيره. اولا تغطي لك اكبر كثافه سكانيه، ده مهم جدا طبعاً. يعني انت مثلا العزبه اكبر من البشر هيستفيدوا منها. ايوه العزبه مثلا او القريه ممكن يوصل عدد الافراد فيها ل 30,000 نسمه. فانت هتكتفي عندهم بمحطه معالجه واحده بس وتكفي 30,000 وتكفي لو انت على عندك الاستهلاك اليومي والناس ايوه ولو انت عندك بقى يعني عندك امكانيه ان انت تعمل للبلد دي او للقريه دي محطتين هتعمل محطتين. ولكن احنا بنقول بشكل مبدئي هو اصلا بيتنقل لبلد تاني عشان يملى ميه، او ان هو بيشرب ميه من الطرمبات الحبشيه، فانت باي حال من الاحوال اولا ريحته من ان هو يشرب ميه تجيب له امراض طبعا وتسبب له مشاكل صحيه طبعا. فبالنسبه له المسافه اللي هيمشيها مثلا واحد في اخر البلد ومحطه المعالجه دي وحده المعالجه دي موجوده في اول البلد، فهيمشي مسافه، المسافه ديت احسن له بكتير جدا من ان هو يشرب من حاجه تجيب له مشاكل صحيه. حد تاني هيبقى افضل له بكتير جدا ان هو يروح اصلا قريه ثانيه، يعني مثلا انا خلاص ما فيش مكان ثاني فمش هشرب من الطرمبات دي فبضطر اروح بلد ثانيه او قريه ثانيه عشان اجيب من عندها ميه. عشان برضو نوضح للناس التفصيله دي بعد اذنك، يعني فضل. الطرمبات الحبشيه دي بتكون معتمده على حفر لمسافات قريبه ده 4 متر يعني 4 متر 5 متر بكتير، فبتطلع ميه في بعض الاحيان بس عشان نوضح الى اي درجه هي فعلا مصدر للكثير من الامراض. ساعات بعض الاحيان بتكون مختلطه بمياه الصرف الصحي. ده هو مش ساعات، هو الاغلب منها في الوقت الحالي مختلطه بمياه الصرف الصحي لانها اقرب اصلا. يعني انت ممكن تلاقي مياه الصرف الصحي ابعد شويه منها كمان. يا سلام. ايوه يعني امراض الدنيا كلها. ليه بقى؟ لان اللي بيعمل طرمبه حبشيه هو بيبقى امكانياته محدوده طبعا، فاول ما بيطلع له ميه بيقول خلاص حلو قوي كده مش هزود. ليه؟ لان عشان يزود في الحفر هيبقى محتاج تكلفه ماديه طبعا. فهو بيعمل ايه؟ بيكتفي بان اول ما يطلع لي الميه بشتغل بيها. وكمان منهم اللي مش حديث عهد بالتربات الحبشيه، ده هو اتولد لقاها موجوده طبعا. فعوامل التربه اصلا يعني احدثت ما الله به عليم سبحانه وتعالى. فعشان كده كان الاستعاضه بمساله وحدات المعالجه او المحطات التحليه هو الحل الانسب والاكمل. ليه؟ تاني زياده عن اللي احنا قلناه قبل كده، احنا كمان الميزه فيها ان زي ما قلت لحضرتك بتكفي بكثافه سكانيه اكبر، وطبعا على حسب المساحه
اللي موجود، ان مساحات مختلفه على حسب قطعه الارض اللي نبني عليها والمكان اللي نشتغل عليه، او على حسب التبرعات اللي جت لنا للمكان ده على وجه التحديد. ده برضو بيفرق معانا كل ده في ان في ان المحطه دي او وحده المعالجه دي تكفي اكبر عدد ولا لا. وقطعه يعني حتى في الارض اللي هي هتتبني عليها او هتتاسس عليها، أيوة. تبرعات بقى ومجهودات ذاتيه من الاهالي، ولا بيتم التنسيق فيها مع الحي او المحافظه او القريه، يعني بتمشي ليها اشكال كده. مختلفه ليها اشكال مختلفه. ممكن تلاقي حد جاي وهب لك قطعه الارض ويقول لك والله قطعه الارض ديت انا وهبتها لمؤسسه نبض الحياه تعمل عليها للبلد، وفي من اهل البلد يقول تعمل عليها للبلد وحده معالجه، فخلاص ده بيبقى ريحك وكفاك. جميل. فبيتم بس التخصيص من ايه؟ بالتنسيق مع الحي هناك ورئاسه الحي في المنطقه. او ان احنا ممكن يبقى بنشتري قطعه الارض، ده برضو حاجه بنشتري قطعه الارض نفسها، فخلاص ده بتدخل في تبع التكلفه. طبعا. وبالتالي احنا بنضطر لما بيجي نشتري على حسب العدد السكان اللي احنا نخدمهم، فبنحتاج قطعه ارض كبيره ولا قطعه ارض مساحتها دي، فكل ده بيفرق معانا في التكلفه. طب خلينا بعد اذنك نقف عند النقطه دي وهنرجع نكمل كلامنا بعد، يعني بمجرد العوده من هذا الفاصل. ماشي، خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع فضيله الشيخ حافظ عبد الحليم الداعيه الاسلامي اللي منورنا في حلقتنا النهارده من طاقه نور، وكنا فتحنا معاه ملف محطات تحليه المياه، ووقفنا في الكلام عند تفصيله قطعه الارض اللي طبعا بموجبها نقدر نستنتج المحطه دي هتكون حجمها وصل لدرجه فين. صحيح. وبيبقى فيه برضو حاجه تانية غير ان حد يكون متبرع بيها او وهبها للمؤسسه واحنا اشتريناها، بتلاقي برضو الناس نفسهم في تعاون، لانه طبعا الامر بيخدم كتير جدا، فبتلاقي اهل القريه نفسهم يعني بيساهموا كتير جدا معانا في هذا الامر في الموضوع اختيار قطعه الارض. مسألة حياه بالنسبه لهم. طبعا. ايوه، فبتلاقي منهم برضو بتيجي تبرعات من اهل المكان، وده كتير جدا يعني حصل في الغربيه. هي. ان اهل الغربيه نفسهم يعني ما شاء الله كان لهم قدر كبير جدا من التبرعات اللي عملت المحطه التحليه اللي عندهم، اللي هنشوفها اكيد بعد شويه في التقارير دلوقتي. اكيد. نيجي بعد كده نقول ان مميزات برضو وحدة المعالجة، وأنا بسميها وحدة معالجة لأنها مش عبارة عن فلاتر عادية. إنها بتطلع لك مية، يعني مش عارف في التقارير اللي معانا هيجيبوا المهندس المتخصص وهو بيشرح كل تفصيلة في الفلاتر والمراحل اللي بتمر بيها المية من أول ما بتطلع من الأرض. أنا في تقارير سابقة يعني أي. شفت إن أنتوا يعني بسم الله ما شاء الله إنها بتطلع مية يمكن أنقى من المياه المعدنية اللي بنشتريها. كتير جدا. أنا بقول لحضرتك أنا بشرب منها وما بشتريش. جميل. ليه؟ جميل. لانها انقى بكتير جدا، وده بكلام الكلام الخبر، يعني انت لما تجيب الميه يعني مره من المرات كده في حلقه من الحلقات ان شاء الله باذن الله تعالى الله. ربنا يذكرنا، يبقى نجيب اي ميه من معدنيه من اللي بتتباع في السوق، والميه بتاعت وحده المعالجه دي ونحللها مع بعض كده، ويعني في جهاز كده للتحليل، والناس هتشوف بعينيها ان دي انقى بكتير جدا، والشوائب اللي موجوده هنا غير الموجوده هنا خالص، يعني يكاد يكون ما فيش نسبه شوائب اصلا ما شاء الله، يكاد يكون نسبه شوائب زيرو. بس طبعا يكون. المحطه دي بتحتاج كل فتره والتانيه طبعا صيانه بشكل دوري، حاجات محتاجه قطع غيار. أي. دي بتبقى ده برضه عشان كده بنعمل ايه بقى؟ ازاي الحاجات دي؟ عشان كده يعني من الاخطاء اللي كان ممكن نقع فيها، ولكن الحمد لله رب العالمين ان ربنا سبحانه وتعالى بيجعل التطور دايما موجود. نحن لما كنا بنعمل قبل كده الابار كنا بنسيبها. فبقينا نلاقي بعد فتره ان البير ما فيش حد بيقوم بصيانته. ما فيش حد متكفل بيه. فبدانا ناخد ايه مع الخطوات مع الابار ان احنا نكلف حد بهذا البير، فنعمله قدام بيت حد، ما كناش كنا الاول بنعمله سبيل، فخلاص بيبقى يعني انت عارف طبيعه الناس يعني الاهمال ده موجود في كل مكان يعني. طبيعه الحال. فبقينا نكلف حد بان البير ده يتحط قدام بيت حضرتك، فانت متكفل بان انت تحافظ عليه. ومن هنا جت لنا فكره محطه او وحده المعالجه ان احنا نكلف بيها جمعيه من الجمعيات الشرعيه اللي بتكون موجوده في البلدان في المكان دي. فبيحصل تعاون بيننا وبين المؤسسات الثانيه او الجمعيات الثانيه الجمعيات الاهليه. حلو. بنقول لهم يا جماعه احنا دورنا ان احنا نعمل لكم وحده المعالجه، ودور مين؟ الله يحافظ عليها. فبيتم التنسيق مع الجمعيات الاهليه ان المحطه تتعمل، والجمعيه الاهليه دي هي المكلفه بحراستها وصيانتها والمحافظه عليها. عظيم. سواء ده بقى اتفضل عايز تقول بص إيه؟ طالما بقول لك عظيم اعرف ان في تقرير جاي لك في الطريق. ما قلتش عظيم نكمل استرسال، انا قلت عظيم خلاص يبقى نشوف. اتفضل.
فرحة جديدة ببوسام مؤسسة نبض الحياة اللي بتلف أنحاء الجمهورية. احتفال غير عادي، المحطة معمولة بأحسن جودة وأحدث حاجة. هي أساس الحياة وأساس الصحة. هتشربوا مياه نظيفة. النهاردة الفرحة بطعم مختلف، بطعم المية النقية في محافظة الغربية في قرية شبرابيل مركز السنطة. النهاردة العيد، أيوة النهاردة والله عيد، النهاردة كل سعيد. صغير فرحان والكبير فرحان والعمدة فرحان. ربنا يكبر كل خاطر واحد حط جناه في المية. شفنا فرحة الصغير قبل الكبير، شفنا فرحة الستات، شفنا فرحة الأمهات اللي كانت بتعاني، عشان كده أنا بقول عايزين الفرحة دي تتنيها مستمرة زي ما ربنا أكرمكم يا أهل الخير ودخلتوها، شفتوا الفرحة عاملة إزاي؟ إحنا فرحانين بكم وبوجودكم كلكم إن شاء الله. ايه الجمال والميه وطعم الميه وجمال الميه وحلاوه الميه. بنشكر مؤسسه نبض الحياه ان هي جابت لنا ميه نظيفه وجميله. يعني في تقنيه عاليه معموله زي الكتاب ما بيقول. احنا محتاجين اهل الخير الكرام دايما يدعمونا، اللي هم دايما في ظهرنا بيقولوا لنا روحوا اي مكان وما تقلقوش واكبروا بخاطر الناس وبشروهم وطمنوهم ان المدد جاي لهم في الطريق من اهل الخير. منتظرين حضراتكم، منتظرين دعمكم حتى لو بالقليل، القليل هيفرح ناس كتير زي ما حصل في شبرابيل. دي كانت احتفالية كبيرة، حدوتة وفرح، ده الناس عاملة فرح في القرية. دايما الأشياء بالضد تعرف، انت معنى الفرحة دي كانت موجودة في البلد، معناها كانت قبل كده ان الدنيا كانت عاملة ازاي. طبعا طبعا. انت عارف حضرتك لما نيجي نتكلم عن ملف الميه وعن محطات التحليه او وحدات المعالجه او الميه عموما بصفه عامه، يعني بنقول ان الاجر بيبقى مضمون عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو انت ما كنتش حافظ نصوص بعينها بتقول لك فضل انك انت توفر الميه او صدقه الميه للناس لو انت مش حافظ، لكن عندك ثقه في ان الله سبحانه وتعالى يجزيك خيرا عن كل نفع بتقدمه للناس. وده موجود في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس انفعهم للناس باي شكل من الاشكال بقى. شوف النفع ده، لو انت قلت لي ناولني سلك من جنبك او كوبايه من جنبك وناولتها لك، ده في نفع لحضرتك فاجر عليه من الله سبحانه وتعالى. فتخيل بقى بامر تاني انت عندك انسانيا فيه، ان انت بتريح ناس من معاناه في طلب الميه، بتريح ناس من ان هم شايلين هم المعاناه الصحيه اللي ممكن يلاقوها لو فضلوا مستمرين على شرب الميه. طبعا. كم اب وكم ام فعلا شايل هم ولادي ان انا هيفضلوا يشربوا الميه ديت اللي موجوده، اللي انا بعد كده هضطر اجري على المستشفيات عشان اعالجهم من اثر الميه دي. ففعلا رفع معاناه يستحق هذه الفرحه. صحيح. ويستحق ان احنا نشغل بالنا بالموضوع وننشغل بان احنا ازاي نطور فكرنا في ان احنا نوصل كوبايه ميه نظيفه لكل واحد موجود. الواحد نفسه يلف كل شبر في ارض مصر عشان يعني زي ما بنقول كده ان احنا ننتقل لعالم خارجي تاني، ننتقل بره مصر تاني ونشوف ناس كتيره جدا من الناس اللي محتاجين مساعدات. والخير الحمد لله رب العالمين موجود عندنا كتير، فعايزين ننتقل بقى لمرحله تانية، مش عايزين نفضل موجودين هنا، في ناس تانية كتير جدا منتظره ان احنا نساعدها. طبعا. عايزين برضو نعرف الناس اللي حابه تاخد المبادره، يعني احنا قلنا في وسط الكلام اتكلمنا على اشكال مختلفه لتفاصيل الملف ده اللي هو سقيا الماء. أوه. فقلنا ان في وصلات برضو، ايه فرصه نعرف الناس او اللي منهم مش عارف، وصلات الميه بتبقى تكلفه الوصله الواحده 3000 جنيه. 3000 جنيه. حفر الابار، احنا بنتكلم على نوعين ابار، اما ابار تجميع مياه امطار كما هو الحال في صحراء براني وصحراء مرسى مطروح، ده بيبقى متوسط سعر البير تقريبا قد ايه؟ في صحراء براني 25000. حلو. والابار الارتوازيه اللي هي موجوده في بني سويف والمنيا 35000. حلو. لان دوت بيزيد عليها اولا طبعا طبيعه التربه مختلفه والكلام ده. أكيد. والفلاتر اللي بتتركب يعني. طب كمان بالنسبه بقى لمحطات التحليه، انا عارف ان هي طبقا لمساحتها فالرقم ممكن يبقى متغير، مش كده؟ احنا ممكن نقول مثلا متوسط ممكن بتوصل معاك من 160 الف مثلا لحد 300 الف. حلو. يعني اللي احنا اشتغلنا فيه كان في الرينج ده تقريبا، يعني حد خير وربنا فتح عليه من واسع وقال لك انا متكفل بمحطه بالكامل، لكن في حد تاني عنده نفس الرغبه وعايز يعمل ويشارك بس معهوش غير 100 جنيه يقدر يشارك بال 100 جنيه دي؟ كل ده موجود، ال 100 جنيه ديت يقدر يحطها في اي حمله من حملات الميه الموجوده. يعني كل ده يعني ينطبق الكلام على كل على وصلات وحفر الابار. أيوة. الى اخره. اي حاجه. بص يعني الخير، انا لسه قايلين في بدايه الحلقه انا وحضرتك ايه، اصلا انا ما اعرفش باي حسنه هدخل الجنه اصلا.
أيوة. فممكن أيوة. يكون ال 100 جنيه دي هي اللي هتدخلني الجنة. صحيح. وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا. فأنا مش عارف. عشان كده إن الإنسان العاقل اللي بيكون عنده حافز ودافع لعمل الخير واستمرارية في عمل الخير، اللي هو كل ما يشوف باب خير بيمسك فيه ويقول في نفسه كده لعل هذه المنجية. وده طبعا. وإحنا كنا بنسمع قصص كتير جدا كانت تتحكي لنا أن رجلا كان إذا عمل عملا قال لعلها المنجية، لعلها المنجية، حتى نجاه الله سبحانه وتعالى. ربنا يوفقك. فأنت مش عارف أنت أيوة هتدخل الجنة بإيه؟ طبعا. يمكن هتدخل الجنة بكلمة أصلا. مش هو بس اللي خلينا أسألك السؤال ده إن ساعات كتير بيبقى الواحد إيه شايف موضوع بالنسبة له وهو حابب جدا إنه يشارك فيه، لكن بيعتقد بالخطأ إن أنا بال 100 جنيه دي طب أنا مش هقدر حتى أكلمهم في التليفون، لا أتكلم في التليفون وساهم بال 100 جنيه. لا والله والله وأقل من كده كمان. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا رب درهم سبق ألف درهم. طب أقول لحضرتك حاجة، أنت أصلا ممكن ما تدفعش خالص وتاخد أجر زي اللي دفع لما تدل لغيرك. أدل على الخير كفاعل. وبعدين كل إن أنت عندك هم وهتوفر ال 100 جنيه أهو. أنت بس قول لسان زميلك وتمام. ما يبقاش موفر ال 100 جنيه بخل. لا طبعا طبيعي. لكن هو أنا ما فيش إمكانيات عندي، ولكن أعرف اللي عنده إمكانيات وحصل فعلا عندي قناعه بان ده امر مهم جدا وفي اجر كبير جدا، وحصلت عنده المصداقيه للمكان ده برضو يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. بتلاقي ناس هو حوش مبلغ معين ودي قدراته وامكانياته فشارك معانا مره واحده ومش قادر يشارك معانا بعد كده، وده بيحصل من امهاتنا كتير جدا. من امهاتنا بيبقى عندهم نفس الوضع، بتفضل تحوش مثلا مبلغ معين وحطته، فلما شافت المصداقيه في المكان وشافت بعينيها بقى وذاقت الحلاوه. عارف وذاقة حلاوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإيمان ده ليه حلاوة، فاق طعم الإيمان. ففي طعم كده لحلاوة الطاعة الإنسان بإيه بيدوقها، واللي بيجرب حلاوة الطاعة ما بيقدرش يبعد عنها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما اتكلم عن عباده الصالحين قال إيه، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلو العلماء ما تكلموا في الآية دي ذكروا الحديث أم المؤمنين، أهو رجل يسرق ويزني ويخشى وخايف يعني يعمل ذنوب وخايف؟ قال لا، بل هو رجل يصلي ويصوم ويخشى ألا يتقبل منه. فلما الإنسان اللي بيدخل في عمل طاعة، يعني أنا أقول لحضرتك في ناس عندنا في المؤسسة من جمهورنا معروفين كده في بند المية هو سباق، واحد تاني في بند النخل سباق، واحد تاني في بند تجهيز العرايس سباق، واحد تاني او واحده تانيه من امهاتنا في بند المساجد سباق. ما فيش مسجد بنبنيه الا ويكون لي مشاركه فيه، ما فيش بير بنعمله الا لما يكون لي مشاركه، ما فيش قريه بننزلها ونعمل فيها اي عمل الا لما يكون لي. ليه؟ لان ده داء. فاللي داء في حلاوه صدقه الميه بتلاقيه في كل مره بنفتح مشروع جديد وبنشتغل في مكان جديد، هو اصلا بيكون سباق. ليه؟ لان ده داء. وزي ما اقول لحضرتك بيكون الدافع بالنسبه له انا مش عارف هدخل الجنه بايه. صحيح. اي صحيح. بس هي فعلا يعني المبدا نفسه سقيا الماء ليه عظيم الاثر. أي. يعني بجد بيحيي الناس. يعني احنا بنتكلم على ناس لو حضراتكم تراقبوا كده ردود افعال حتى اخر واحد واقف في اي لقطه في اي تقرير من التقارير اللي ليها علاقه بسقي الماء، لا بتشوف فرحه عارمه فعلا الناس دي وكانها كانت محرومه من الحياه. ايوه. وكمان احنا بنمتاز، يعني انا بتكلم عن احنا ديت يعني المؤسسات المجتمع المدني مش نبض الحياه بس، عشان بس اللي بيشوفنا دلوقتي بيقول يعرف ان انا بتكلم عن الفكره نفسها. أيوة. ان انت ما تحرمش نفسك من ان انت يكون ليك سهم في مساله صدقه الميه. هيلاقي ان المؤسسات بتتميز عن غيرها او العمل الفردي بانها بتقدر توصلك للاكثر احتياجا في كل الاماكن. يعني احنا معانا مناديب ومعانا ناس من اسوان لاسكندريه وما بينهما، بقى لينا ناس في كل مكان، في كل محافظه وفي كل مركز وفي كل قريه هم وفي اللي كل عزبه عليك وفي كل مكان ده محتاج كذا والمكان ده محتاج كذا. ايوه بنقدر ندخل كل الاماكن دي وبنوصل للاكثر والاشد احتياجا. ليه بنوصل للاكثر والاشد احتياجا؟ لان انا ما عنديش رفاهيه ان انا احط الحاجه دي في مكان مش مستحق او ينفع يصبر شويه او يقدر يمشي نفسه. انا ما عنديش رفاهيه دي لان انا بعتمد على ايه؟ على الله سبحانه وتعالى ثم على تبرعات اهل الخير. فعشان كده انا بقعد هنا وانا مالي ايدي من كل حرف بقوله وكل كلمه بقولها، لان انا اللي بنزل في الموقع نفسي وبنزل بشوف الناس وبسمع الدعوات وبشوف الفرحه بتاعتهم وبشوف حرص الناس على ان احنا فعلا نقدم لهم الخدمه دي. فعشان كده انا بتكلم من المنطلق ده، ولعل ده بيظهر على قسمات وجهي وان كل كلمه فعلا طالعه من القلب. أكيد. والله حقيقي اكيد اللي ملوش سهم في ملف سقيا الماء او ملف صدقه الميه
حقيقي ما جربش حلاوة العطاء. تعالوا نشوف نموذج لناس ليهم بقى سهم في هذا الملف من خلال هذا التقرير، خليكم معنا. طيب وصلتوا في مسألة محطات تحلية المياه لأي محافظات؟ يعني هل بيبقى في لاحظتوا الفترة الأخيرة إن في مثلا محافظات بعينها محتاجة الشكل ده بالتحديد من أشكال المساعدة في الحصول على الماء؟ طيب إحنا في محطات التحلية ما بقلناش سنة فيها، ما كملناش سنة فيها. وأول ما بدأنا في محطات التحلية بدأنا كانت التجربة كانت في الغربية وفي الشرقية. حلو. فروحنا اشتغلنا عملنا 4 محطات في وقت يعني قياسي جدا، في يعني اقل من 4 أو 5 شهور عملنا 4 محطات بفضل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا هننقل التجربه، لان احنا برضو كنا محتاجين نختبر الاماكن اللي احنا نشتغل فيها، فهننقل التجربه للصعيد لان هو اكثر احتياجا في مساله الميه. ان شاء الله باذن الله تعالى المحطات اللي جايه كلها تتعمل في وجه قبلي باذن الله تعالى في المناطق. يعني مثلا احنا ممكن نستعيد في بعض القرى اللي موجوده في بني سويف، احنا دلوقتي شغالين في بني سويف بنعمل ابار ارتوازيه. ففي بعض الاماكن الارض مش مستجيبه معانا ان نطلع ميه ونفلترها، فما بتطلعش ميه بالشكل المطلوب اللي احنا عاوزين نقدمه. اللي بيقدم خدمه لله سبحانه وتعالى بيحرص ان هو يقدمها على اكمل واحسن وجه. طبعا. فاحنا في الاماكن دي قررنا احنا نعمل فيها محطات تحليه. وبرضه في قنا وفي المنيا باذن الله تعالى ان شاء الله، فده اللي هنشتغل فيه في الفتره اللي جايه باذن الله تعالى. عظيم. اكبر محطه عملتوها لغايه دلوقتي كانت في اي محافظه؟ في الغربيه. في الغربيه. اه. دي من اللي هي من النوع اللي بيخدم على 30,000 وانت طالع؟ اه 30,000، يعني القريه اللي المحطه اللي احنا لسه شايفينها من شويه ديت فيها 30، البلد ديت فيها 30,000 نسمه، وده بكلام الناس اللي هناك، يعني فدي خدمت الناس كلها. ده مش بس كده. يعني على سبيل الفرحة كده للناس اللي كانت ساهمت معنا في المحطة دي وعارفين المحطة ديت هو حاطط جنيه فيها. على يعني احنا بنزف البشرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال بشروا ان المحطة نفسها موجودة في مكان بحيث ان كمان عابري السبيل يستغلوها ويقدروا يستفيدوا منها. فواحد معدي بعربيته فيروح ينزل يملى جيركن مية وياخده معاه. ده غير سكان المنطقة، ده غير سكان القرية نفسها، غير سكان القرية نفسها. فده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، والإنسان من توفيق الله للعبد أنه يوفقه أنه يحط في الوقت ده في المشروع ده عشان خاطر هو هيخدم على أكبر عدد. وشوف بقى فيها ما ثقيل ذر كثير إذا كان الإنسان أصلا بيحسبها. حلقة سابقة مش فاكر كنت فضلتك ولا كان الشيخ مصطفى العكريشي ولا كان مين، مش فاكر بالتحديد مين، بس كان بيحكي لنا على أن في وقت من الأوقات في حد عمل بير. أي. بير مية، وبالصدفة البحتة بعد ما اتفتح البير ده وخلاص بقى جاهز والناس ابتدت تستخدمه، كان في قريب منه مسجد
بيتبني. ايوه انا اللي قلت لحضرتك. ايوه كنت لان انا كنت في البير ده. ايوه واستخدموا ميه البير في بناء المسجد، فقلنا ده يا سعد ويا هنا، ده مين اللي يعني مين اللي نيته للدرجات دي جميله ان ربنا يوفقه لامر للدرجات دي هيعود عليه بالنفع بعديها من فضل الله سبحانه وتعالى. لان احنا برضو كمان لما بنحط الابار احنا ما بنبقاش عارفين ان البير بتاع الاستاذ كريم هو اللي اتحط في المكان ده، لا احنا بنعمل عندنا مثلا عدد ابار هيتعمل 50 بير. فخلاص بنبدا نشوف المناطق الجغرافيه اللي اتحط فيها ال 50 بير وخلاص وزعناهم من غير ما نعرف ده بتاع مين وده بتاع مين. سبحان الله. وبعد كده الاسماء بتتحط فيبقى معروف ان ده بتاع مين. فده من توفيق الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. طيب احنا كده خلصنا الملف ده محطات التحليه، هنستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نتكلم في عجاله على واحده من اجمل المبادرات اللي ممكن كان يتفهم في وقت ما ان هي مقتصره بس على شهر رمضان في حين ان هي ممتده طوال ايام السنه، بتكلم على حمله ويطعمون الطعام. هنطلع فاصل ونرجع نكلمكم عنها. اتفضل. يا اهلا بيكم، رجعنا مره ثانيه عشان نبتدي كلامنا بقى في ملف مهم جدا من الملفات والمبادرات والحملات اللي بتقدمها مؤسسة نبض الحياة ويطعمون الطعام. الموضوع كان واخد في رمضان شكل كراتين رمضان، ولو فاكرين كنا بنتكلم عنها برضو في حلقات كتيرة ان الكرتونة عبارة عن 17 كيلو فيها حوالي 13 صنف مختلف الى اخره. لكن الموضوع مش بس في رمضان، لا ده ممتد طوال السنة. ازاي بقى يا شيخ عارف؟ هو الاول بس ايه نفرح الناس اللي كانوا اليوم دايما نفرح بس الناس الاول اللي كانوا مساهمين معانا في كراتين رمضان. فضل الله سبحانه وتعالى احنا وزعنا 30,000 كرتون. اللهم صل على النبي. على مناطق مختلفه، تموا على مرحلتين. محافظات، اشتغلنا في القاهره واشتغلنا في القليوبيه وفي الغربيه. واشتغلنا في قنا وفي بني سويف وفي الوادي الجديد. ما شاء الله في تنوع كبير. تانية وفي محافظات تانية بقى انا ايه وفي سينا تقريبا كمان على ما اذكر يعني. كل ده احنا اشتغلنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت متخيل بقى واحد من القاهره او واحد من اسكندريه والكرتونه بتاعته كانت دخلت بيت موجود في قنا او دخلت بيت موجود في الوادي الجديد، صحيح. فانت تعرفش بقى الخير بقى هيجي لك من اني طريق، والدعوه الحلوه هتطلع لك من اني بيت. طبعا طبعا. وبما ان احنا بدايه الحلقه بتاعتنا عنوان الحلقه بتاعتنا هو فكره الاستمرار على عمل الخير والاستمرار على الطاعه، فبنقول ان ده عمل اجره ثابت طوال السنه. طبعا. واجره ممتد طوال ما انت عايش، يعني طول ما انت تقدر تطعم اطعم. طبعا. والله طبعا. سبحانه وتعالى لما امتدح في القران الكريم اهل اطعام الطعام قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لم يخصص هذا بشهر رمضان فقط. فالفكره السائده عند كتير جدا من الناس ان اطعام الطعام الاجر بتاعه مقتصر على رمضان، فبيحرص جدا على ان هو ينفق ويبذل في اطعام الطعام في رمضان ويجي بعد رمضان يلاقي مفيش ليه اثر خالص. هنا بقى نقول انت ما دقتش حلاوه اطعام الطعام بجد. لان من ذاق عرف طبعا. ومن عرف اغترف. فاللي يجرب حلاوه حاجه ما يقدرش يبعد عنها خالص. وده يبقى احنا عاوزين نصحح، فعشان كده مؤسسه نبض الحياه عاوزه تصحح المفهوم ده فعملت حمله اطعام طوال العام. البيت اللي انت بتودي له كرتونه في رمضان هو مش محتاجها في رمضان بس. هو اصلا انت اخترت البيت ده او اخترت الاسره دي عشان حالتهم ما يعني حالتهم الماديه تستدعي المساعده. طبعا. فحالتهم الماديه دي ما تصلحتش في رمضان عشان كرتونه او كرتونتين او ثلاث كرتين حتى راحوا لهم منك او من غيرك، فمش هيفضلوا عايشين بيهم طول السنه. طبعا. فبالتالي احنا عايزين نفس الاسر دي ان احنا نكون مراعيينهم وشايفين احتياجاتهم طوال العام، لان احنا عندنا كشوفات بالاسماء دي هنقدر نوصل لهم في اي وقت احنا عايزين. دي النقطه الاولى. النقطه اللي بعد كده المهمه جدا برضو ان احنا نضعها في الحسبان ان احنا لينا شركاء. احنا تم التعاون بيننا وبين تقريبا كده ان شاء الله يكون الرقم صح 155 جمعيه اهليه على يعني في المحافظات المختلفه. حلو. لان كل مكان احنا بنروح بيبقى في تعاون تم بيننا وبين جمعيه. ليه التعاون بيننا وبين الجمعيات؟ اولا هما بيبقوا اضرب الناس اللي هما عندهم. الجمعيات بيبقى عندهم كشوفات مبحوثه اجتماعيا طبعا. وعندهم كشافين فبيبقوا عارفين وعارفين مين الاولى بالرعايه والاكثر استحقاقا. ومش بس كده، ما هو اصل انت برضه الجمعيه دي مش بيجي لها مؤسسه نبض الحياه بس، ده ممكن انا بودي كرتونه، حضرتك بتودي كرتونه، الحاجه فلانه بتودي كرتونه. طبعا. فاحنا الثلاثه بنودي، فالجمعيه بتتلقى الكراتين دي. ففي بيت يروح له كرتونه او اثنين وثلاثه، وفي بيت تاني ما يروحلوش، لكن الجمعيه بقى بتقضي على ده.
بيبقى في توزيع بعداله. هيل. التوزيع بيتم بعداله. هي عارفه البيت ده راح له والبيت ده ما راحلوش، فيبقى ده خد المره دي، ده ياخد المره اللي بعديها، ده خد كرتونتين يبقى ده ياخد كرتونتين. حلو. تعالى نشوف بقى ايه ترجمه عمليه على ارض الواقع من خلال تقرير سريع ونرجع نكمل فيه كلام. اتفضل. ويطعمون الطعام، حملة أطلقتها نبض الحياة مع بداية شهر رمضان استطاعت من خلالها إنها تقوم بتوزيع 30 ألف كرتونة على مرحلتين خلال الشهر الكريم على 12 محافظة، بداية من القاهرة ومحافظات الوجه البحري وحتى الصعيد. وعشنا في كفر الشيخ والوادي الجديد وقنا والغربية وشمال سيناء، عشنا فرحة أهالينا المحتاجين مع كل كرتونة كانت بتتوزع. فرحة جديدة في محافظة الغربية في مركز طنطا، ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا للناس الجميلة اللي هنا والجمعيات اللي أبدت تعاونها مع مؤسسة نبض الحياة، لما شافت المصداقية على أرض الواقع وجم حضروا للفرع في طنطا وشافوا التعامل بتاعنا الجميل جدا جدا جدا، وشافوا تعامل الإدارة، وشافوا التعامل الجميل الموجود مع المؤسسات. مؤسسة نبض الحياة اهتمت بجودة كل كرتونة عشان تحقق لكل فرد في أسر أهالينا المحتاجين للتبرعات الفرحة الحقيقية بخير رمضان وفضل أهل الخير. فكانت كل كرتونة فيها كل أنواع المواد الغذائية الأساسية من رز وزيت وسكر ودقيق وسمن وغيرها. اليوم في محافظة بني سويف استكمال لمسيرة الخير التي تقدمها وتشارك مؤسسة نبض الحياة بها كل أهلنا الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. احنا النهاردة جايين بنستلم 150 كرتونة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في قرية بنهاني بالتعاون مع مؤسسة نبض الحياة اللي الحقيقة ليها جهد مشكور كبير جداً في مركز الناسية وعلى مستوى محافظة بني سويف كلها. فرحة أهالينا المحتاجين بالحملة خلال شهر رمضان ادت تصميم أكتر لنبض الحياة في إنها تستمر في حملتها ويطعمون الطعام عشان يستمر عطاء الخير في إطعام الأسر الأكثر احتياجاً طول السنة، ويفضل باب الخير مفتوح يتحقق به الثواب للمتبرعين، وتفضل الفرحة داخل كل بيت للأسر الفقيرة طول السنة مش في رمضان بس. أنا النهاردة عايز أشكر مؤسسة نبض الحياة على التعاون وعلى الجهد المبذول، إن هم الناس مشكورين جايين في رمضان لغاية محافظات الصعيد ووصلوا كراتين دي بنفسهم. نشكر مؤسسة نبض الحياة والناس اللي جونا وشرفونا ونوروا الصعيد، يمكن أول مؤسسة تنزل عندنا لحد دلوقتي أنا أشوفها صادقة معانا. دي مرحلة من جملة المراحل، إحنا النهاردة فينا، وإمبارح كان لينا مشايخ كانوا موجودين في بني سويف، وقبلها كانوا موجودين في اسكندرية، وقبلها كانوا موجودين في الغربية، وإحنا بدأنا في رحلة خط الصعيد اللي إن شاء الله بإذن الله تعالى بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم جهودكم معنا هنكمل خط الصعيد كله ومش هيبقى في بيت إلا ونوصله الكرتونة. نبض الحياة هتفضل مستمرة في عطائها وفي حملتها يطعمون الطعام، ودايما بمشاركتكم هتوصل لكل مكان في مصر عشان تدخل الفرحة في قلوب أهالينا الأكثر احتياجاً. طيب يعني الحملة مستمرة إن شاء الله طوال أيام السنة، هل هتبقى واخدة نفس الشكل الكرتونة ولا هيبقى ليها تنويعة في الأشكال؟ لسه والله هذا الأمر، أصلا إحنا موضوع الكراتين موجود، يعني حملة إطعام الطعام طوال العام دي الكراتين دي موجودة برضو زي ما هي 17 كيلو بال 13 زي ما هم إن شاء الله بإذن الله تعالى، واللي عاوز زيادة طبعا بيبلغنا بيقول والله أنا عايز 10 كراتين بس هيبقى وضعهم مختلف، فطبعا كل واحد بيبقى ليه فكر وبيبقى ليه يعني وجهة نظر في الطرح يعني. حلو. وإن شاء الله بإذن الله تعالى برضو هنغطي كل الأماكن اللي احنا غطيناها بنفس التعاون اللي موجود بيننا وبين الجامعات الأهلية، وهنزيد مش هنقل إن شاء الله. يعني احنا في رمضان عملنا 30 ألف كرتونة بإذن الله تعالى طول السنة، احنا معانا بقى ده احنا في شهر واحد عملنا 30 ألف، يبقى ما نقدرش نعمل طول السنة أكتر من كده، نقدر نعمل بفضل الله سبحانه وتعالى. الكرتونة بتتكلف كام؟ يعني في رمضان كانت بتتكلف 200 جنيه. يعني أنت لما يكون ليك معانا كل شهر مثلا 200 جنيه لكرتونة ده كتير يا أستاذ كريم؟
يعني الواحد بس يفكر في الاجر العظيم. يعني كل شهر انا خلاص انا بطلع 200 جنيه معروفه ال 200 جنيه دي رايحه لمؤسسه نبض الحياه عشان كراتين رمضان. فاحنا لو عندنا رقم مثلا في الكراتين بيجي لنا منه بيجي لنا تبرعات برقم معين في الكراتين وليكن مثلا 1000 كرتونه مثلا يعني مثلاً. فانا خلاص بقيت عارف نفسي ان انا كل شهر عندي 1000 كرتونه بيتوزعوا على 1000 اسره و1000 بيت. ال1000 بيت وال1000 اسره دول يحسوا بالامان ان انت خلاص عارف ان انا كل شهر هيجي لي ده. ودي عاده انت تعود عباد الله سبحانه وتعالى بيها. حتى بعض الصحيحين يقول لك عودت خلق الله عاده وعودني ربي عاده، فاخشى ام اقطع عادتي عن خلقه فيقطع الله عادته عني. صحيح. وعاده ربنا معانا ان هو في ستر من عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. وفي بركه في ارزاقنا، وفي ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا ان يكون معانا وبنعطي. فاليد المعطيه احب الى الله سبحانه وتعالى، واحسن الله سبحانه وتعالى من يد الايه؟ من يد السائله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون اول حديث يستهل به كلامه مع اليهود ومع الناس اللي بيدعوا من الاسلام، وفي اول خطبه في المدينه ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام تدخلوا الجنه بسلام، معنى كده ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقصد دي في رمضان بس؟ لا طبعا. فلازم المفهوم ده يتغير عندنا، مفهوم ان انا الاطعام مقتصر على رمضان بس والاجر بتاعه بيكون في رمضان بس، لا ده فكر خاطئ، ده فكر مش سليم خالص، لان رب رمضان هو طبعا. رب غير رمضان ورب ليالي رمضان طبعا. هو رب النهار في كل وقت. صحيح. وان ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع على عملك ده، هو المطلع على عملك ده، وهو اللي بيجازيك عليه هنا، هو اللي بيجازيك عليه هنا. صحيح. فمن كان يعبد رمضان فرمضان بيخلص، ومن كان يعبد صحيح. رب رمضان فرب رمضان موجود طوال العام. ونعم بالله ونعم بالله. يعني كده كده الكرتونه بشكلها اللي احنا اتعودنا عليه في رمضان موجوده، هل فيها في تجويد مثلا؟ هل في زيادات في التنويع في الشكل؟ لان كنت سمعت في وقت من الاوقات ان كان في وجبات هتبقى نص مطبوخه تقريبا او هتبقى نيه بالكامل وتتقدم للاسره مع متطلبات الطبخ من سمنه وزيت وحاجات زي كده. قصد حضرتك يعني وجبه جاهزه للطبخ يعني بعضها مع الرز بتاعها بس يتاخد بالظبط كده. لا ده كان خاص برمضان. الجزء ده اللي كان خاص برمضان. لكن يكون في زيادات او ما فيش زيادات ده يعني انا لسه ما عنديش خلفيه بيه. قضيت عليه يعني. ما عنديش خلفيه بيه. وبرده انا اقول لحضرتك ان هو بيتوقف على حجم التبرعات اللي بتجيلك. يعني انت اصلا مقيد بالتبرعات اللي بتجيلك. فلو في يعني رفاهيه الزياده هنزود، ما فيش خلاص انا اكتفي باللي موجود حاليا واللي احنا خلاص عارفين سعره مناسب للسعر الموجود دلوقتي والاسعار الحاليه اللي هي الكرتونه اللي بتكلف 200 جنيه. وهي الحقيقه تكلفتها الفعليه زي ما اتكلمنا في رمضان اكتر من كده بكتير، بس انتوا كنتوا عاملين يعني بتتعاملوا مع موردين بقى مناقصات وحاجات زي كده. ايوه احنا بنتعامل مع موردين جمله. وبنتعامل مع مصانع خلاص، يعني بناخد خط تعبئه، خط انتاج وتعبئه خلاص بيبقى ده خاص بينا احنا، وعشان احنا بناخد عدد فالسعر بينزل. يا رب العدد يزداد الفتره اللي جايه باذن الله. انا بشكرك على وجودك معانا، نورتنا واسعدتنا كالعاده، شكرا جزيلا ليك. شكرا موصول لحضرتك. اشوفكم على خير مشاهدينا في كل مكان ان شاء الله في يوم جديد وحلقه جديده من طاقه نور. الى اللقاء.